وهنا ألج باب الجواب عن السؤال السابق، كيف مس الشيطان أيوب بنصب وعذاب، نصب تعب نفساني وعذاب جسماني ترتب على التعب النفساني. كان ابليس يوسوس من بعيد لايوب كما وسوس لادم من بعيد، ويقول له يا ايوب لو كنت نبيا حقا اكان ربك يبتليك بهذا البلاء؟ لا اله الا الله. ابليس ومداخل ابليس يرسل ذبذبات على موجات الاثير، وموجات ابليس عاملة طويلها وقصيرها ومتوسطها. يا ايوب لو كنت نبيا حقا اكان يبتليك بهذه الانواع كلها من البلاء؟ اتدرون ماذا كان ايوب يقول لابليس الشامت الحاقد الحاسد العدو المضل المبين؟ اتدرون ماذا كان ايوب يقول؟ كان ايوب يقول لابليس والله يا ابليس لو علمت النعمة التي انعم الله بها علي لحسدتني عليها. اتدرون ما هذه النعمة؟ انها المملكة التي لخصها سيد الانبياء والمرسلين محمد. ان هذه النعمة هي المملكة ذات القوائم الرفيعة التي تكاد تناطح السحابة وتزاحم الشمس في الجلاء. انها المملكة العالية الرفيعة التي قال فيها سيد الانبياء والمرسلين وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. مملكة الرضا، وامام الرضا تهون الدنيا، وامام الرضا تزول الجبال، وامام الرضا يطمئن القلب، وامام الرضا تخشع النفس، وامام الرضا ترتفع الرؤوس، وامام الرضا تعز النفوس، وامام الرضا يمد الانسان يده فيمسك بالسماء. لو يعلم ابليس ما انا فيه من سعادة لحسدني عليها. اذا فمس الشيطان لايوب لم يكن مسا بيد ولا برجل، انما كان مسا بالوساوس وكفى بها مصيبة. ان الوساوس الشيطانية تمتد موجاتها فتصطدم بساحات العقل فتحدث في العقل ذبذبة. لو لم يكن هناك ايمان بالله، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. فماذا قال ايوب وقتها حتى لا يشمت الشيطان فيه؟ نادى على الله وقال مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فماذا قال له الله؟ ايها السادة الاعزاء، حتى لا يضيع الوقت من بين ايدينا، وحتى لا يضيع الطريق من اقدامنا، اؤجل الجواب على هذا السؤال بعد جلسة الاستراحة هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحق جاء
جل في علاه: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول فيها ايضا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، والان على جناح السرعة انتقل بحضراتكم الى المستشفى الايوبي الاسلامي. نحن الان في عنبر من عنابر هذا المستشفى، واجد نبي الله ايوب رافعا يديه الى السماء يقول لربه في ادب وخشوع وخضوع وقنوت: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اسمعوا الى هذه الدعوة: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. لم يقل له: مسني الضر فاشفني. استحى ان يسأل الله شيئا. لم يقل له: طال بي الزمان وضاق الصدر وتحشرجت الانفاس في الحلوق، اهذه معاملة تعامل بها احد انبيائك؟ كلا، انما بكل ادب جم وبكل خلق رفيع: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فماذا كان الجواب؟ انه طلب الشفاء من قيادة عليا امرها بالكاف والنون. لم يقل له: مولانا يحول الى كونسلتو او الى مستشفى المعادي. ولم يقل له: مولانا يستخرج له جواز سفر ليقضي مدة العلاج في انجلترا. انما قال: مولانا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. لا اله الا الله. وحد الله يا مسلم، وحد من لا يغفل ولا ينام. فاستجبنا له فكشفنا، استجبنا فكشفنا، الفاء والفاء. مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا. لم يقل: ثم استجبنا، ولم يقل: واستجبنا، انما قال: فاستجبنا. الفاء للترتيب والتعقيب، والواو لمطلق الجمع، وثم للترتيب والتراخي. الواو تعطف على المعطوف عليه الاول، وثم والفاء تعطفان على ما قبلهما مباشرة. استجبنا فكشفنا، فاء وفاء. فاستجبنا فكشفنا، لان الله ليس في حاجة الى اطباء يعالجون ايوبا، فان الله هو الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفي. هو الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني. هو والذي يميتني ثم يحييني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من مرض
من فقد مال، من فقد اولاد. قال فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وضر هنا نكرة تفيد الشمول والاستغراق والشيوع، اي كشفنا كل ما به من ضر حتى المال والاولاد. نعم، واتيناه اهله ومثلهم معه. الله تعالى وهبه اولاده ومثل عددهم، والله تعالى شفاه بطريقة تدعو الى تنزيه الله وقدرته. اسمعوا، وانا في المستشفى الايوبي الاسلامي الان، اسمعوا كيف شفى الله ايوبا، وهو الذي ظل ملازما للفراش 18 سنة او 18 عاما. اسمع، اركض برجلك. لم يقل له اذهب الى احد المستشفيات، ولم يقل له اذهب الى طبيب متخصص في روماتيزم المفاصل. ان ايوب كان مصابا بالام حادة في المفاصل، ولم يقل له اذهب الى كبير اطباء العظام، انما قال له ان الدواء تحت رجلك، لا تكلف نفسك ان تمد يدك، اركض برجلك اي حرك رجلك. فحركها فنبعت عين ماء تحت رجله، فقال له الله هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل من هذا الماء حتى يزول الالم عن ظاهر جسمك، واشرب من الماء ليزول الالم من داخل جوفك. مغتسل بارد وشراب، ما مسني قدر بكره او رضا الا اهتديت به اليك طريقا، ما مسني قدر بكره او رضا الا اهتديت به اليك طريقا، امضي القضاء على الرضا مني به، اني عرفتك في البلاء رفيقا، اني عرفتك في البلاء رفيقا. انني عندما اتكلم عن ايوب اشعر بقشعريرة تنتاب بدني، لانني من مدرسة ايوب، لانني ايضا من اهل البلاء. ويوم نام ابي على فراش الموت وكنت بجانبه، كان يبكي ويقول كنت اود ان اتركك وانت بصير العينين، فكنت اقول له يا ابتاه لعل الله يغفر لك بسبب صبرك على بلائي. البلاء مناجاة لله، مناجاة لله. ويوم اخذ الله مني موهبة البصر وكنت في 17 من عمري، وكنت ايامها اصعد المنابر في بلدي واخطب الجمعة، قلت لرب العزة يا رب ان كنت قد استرجعت مني موهبة البصر فقد جعلت افئدة من الناس تهوي الي، وان الله يعوض عن نور البصر ذكاء القلب. كان الامام عبد الله بن عباس يقول بعدما فقد البصر، كان يقول ان اذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وعقلي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي ما حوى دخلا، وفي فمي صارم كالسيف مشهور.
ايوب، اعود الى ايوب، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ان ايوب حلف على زوجته وقد ارسلها لقضاء شيء فتأخرت، فاقسم ايوب وهو المريض ان يضرب زوجته 100 عصا. مريض والناس قد انفضوا من حوله، فلا صديق ولا رفيق ولا جليس ولا انيس، وهذا حال الدنيا. المرء في زمن الاقبال كالشجرة والناس من حولها ما دامت الثمرة، حتى اذا راح عنها حملها انصرفوا وخلفوها تقاس الحر والغبرة. جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي، عرفت بها عدوي من صديقي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايوب اقسم لاضربن زوجته 100 عصا، وهي الصابرة التي صبرت 18 عاما، ما قالت له اف وما اخرت له طلبا، ما افشت له سرا وما اورت له صدرا وما خالقت له امرا. فماذا يدافع عنها جبار السماوات والارض؟ يقول لايوب وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحلف، هات 100 عصا من سيقان القمح، واحزمها حزمة واحدة، واضرب بهذه الحزمة زوجتك 1 واحدة، فكأنك ضربت باليمين، والذي يبيح لك هذا هو الذي حلفت به، هو الله رب العالمين. الله الله الله، خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحن. لماذا كل هذا؟ اسمع الى تقرير علام الغيوب وهو يستخرج صحيفة السوابق لايوب، وهو يستخرج الفيشة والتشبيه لايوب من تحت العرش العظيم، فيقول انا وجدناه صابرا نعم العبد، وجدناه صابرا نعم العبد. وجاءت زوجة ايوب وكانت في قضاء حوائجها، جاءت بعدما شفى الله ايوب بهذا الماء الذي اغتسل منه وشرب، فرأت رجلا موفور الصحة تتألق علامات الرضا على وجهه، ليس به مرض وليس به كرب، وكأنه لبس تاج الصحة ولبس تاج المعرفة، وكأنه أعيد إلى ظهرة الشباب وميعة الصبا. فقالت زوجته لهذا الرجل: يا أخانا، ألا تعلم أين ذهب أيوب الذي كان يجلس في هذا المكان؟ سبحان من يقول للشيء كن فيكون. فقال لها: أإذا نظرت إليه تعرفينه؟ قالت: نعم. قال لها: فأنا أيوب، قد شفاني الله، قد شفاني الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله.
اليأس يقطع احيانا بصاحبه لا تيأسن فان الكافي الله. اذا بليت فثق بالله وارض به ان الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تزعن فان الصانع الله. والله ما لك غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله. سلام الله عليك يا ايوب. رضا الله عليك يا زوجة ايوب. معاشر الاخوة الاعزاء. والله لو اصطلحنا مع الله لقال الله فينا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض.